عبد الله تيكونا واشتهر بفركوس، اسم يختزل في طياته فنانا كوميديا مختلفا. هو ممثل ومخرج ومنتج مغربي مراكشي من أصول دمنتية، ولد في 2 فبراير 1965. تميز فركوس من خلال أعماله بوفائه للطبيعة المراكشية وروحها الطيبة المفعمة بالفكاهة الضحكة والدعابة المرنة، تميز يحمله معه أيضا أثناء لقاءاته الإعلامية تتوحد خلالها لكنته المراكشية مع نظراته الكاريكاتورية الواخزة للناس والأشياء، ليحمل مع كل ذلك كل أسرار المدينة الحمراء بتقاليدها المتنوعة وفولكلورها الغني وحكايتها الرائجة على ألسنة كل فئات الشعب. ساعات كنكملوا الوقت. شحال باش خدمت في راديو؟ ميد راديو شحال باش؟ واش 2009 ولا؟ لا دروك دروك مالين فيك بعدا؟ الحمد لله. كوجيات وداكشي. كل شيء كاين هو هذاك. وكان دابا ولكن تعطيني 12 مليون نمشي معاك. ولكن دابا إلا بغيت نخرج الدور معايا أنت دابا. ويلي. إي واشنو؟ ما جاتش. يا قلتي كاين شحال دابا تقريبا؟ عطينا شي 3600 ريال. 3600 ما بغيتش نسولك على الفلوس، ماشي مشكل. لا سول على سيدي على الفلوس. عاش تيكونا طفولة صعبة، توفي والده فاضطر للخروج للعمل في سن صغير، فقد كان الابن البكر للأسرة، امتهن العديد من المهن المتعبة، لكنه لم يهمل موهبته، فقد كان يختم يومه بمسارح دور الشباب والجمعيات. واخا جماعة بيكم تحسس انا كنعس على الناس من تيقولوا نعسي والبرغال اللي كيعسوا عليهم من تيقولوا فايقي فات بان اف بي اي ما يحضر اي ممكن من جابا للزيطان. كان أول صعود له للمسرح سنة 1980 مع الأستاذ الجامعي عبد الله العماري بجمعية الجيل الصاعد، إلى حين انضمامه لفرقة الوفاء المراكشية، وهي فرقة تأسست عام 1959 من طرف محمد الفتواكي وعبد المجيد اليحيوي، وتتقوى منذ نشأتها بممثلين موهوبين عبد الجبار لوزير ومحمد بلقاس وغيرهم. انضم تيكونا للفرقة في الثمانينيات، حيث كانت مهمته الأولى تقني مساعد في الديكور، إلى أن فتح له المخرج عبد الله الشريبي مجال تقمص الأدوار، فكانت أولى أدواره من خلال سكتشات تحمل اسم بحمان في رمضان سنة 1987 ومسلسل إنسان في الميزان، حيث اختير الممثل لأداء دور شخصية فركوس. من هناك انطلقت مغامرة فركوس مع التمثيل. تألق تيكونا في الساحة الفنية بمجموعة من الأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، أعطت اسمه ونجوميته المكانة التي يستحقها، بدءا من أعماله المسرحية التي كان أبرزها مسرحية المصلوح من تأليف عبد المجيد المهدوبي لفرقة محترفون المسرح المغربي الشعبي، وأعمال أخرى تألق بها على الخشبة كدردبة عند الخشيم من تأليف وإخراج عبد الجبار الوزير وعبد السلام الخليدي، إلى تشخيص فرقة الوفاء المراكشية، إلى جانب أعمال مسرحية أخرى. كل يحبس واش دير لي غير 101؟ لا لا بغيت ندير لي 10 خاصة سيدي اللي هزاتو الحالة المدنية. لا ما درت ليش هاي الحالة المدنية. واش درتي ليها عباس؟ خيطته في المحافظة ودرت ليه التيتري عبرتي.
إلى الأعمال التلفزيونية والسينمائية الجميلة التي تقدم الواقع المعيش للمدينة الحمراء بكثير من الدفق الإنساني والفكاهة اللاذعة المنطلقة من عمق الأحياء الشعبية المراكشية كشريط الماكينة للمخرج محمد عبد الرحمن تازي سنة 2010 الذي يسخر من سذاجة المجتمع الاستهلاكي حيث تتحول ربحة إحدى الشركات إلى نقمة تستنزف جيب المواطن البسيط الذي هو ليس سوى عبد الله فركوز. منا لين يخبك عليا يا سعيد هنيتيني من فراكة. وشريط التلفزي الراحة والسياحة للمخرج علي الطاهري سنة 2010 هي قصة كوميدية مراكشية 100% لشاب يقنع أخاه بالزواج من فتاة أجنبية وذلك للحصول على جنسيتها ومحاولتهم للهجرة وتحسين أوضاعهم المعيشية ليفاجأوا بوقوعهم ضحايا عملية نصب بواسطة تلك الفتاة. سي سي لو كورداس كوا لو كورداس صوت خمس ومنه فيلم خمم الذي حولته القناة الثانية من الأمازيغية إلى العربية إذ يعتبر خمم هو أول فيلم طويل من إخراج عبد الله فركوز وتدور أحداث هذا الفيلم حول السكير صالح عبد الله فركوز الذي يقضي فترة مهمة من حياته بالسجن جراء ارتكابه جريمة قتل في حق إحدى المهتومات بعد أن شتت شمن عائلته بسبب استهتاره وتعاطيه للخمر. موضة الوليد ماذا الحالة؟ يذكر أن شريط المكروم كان أول الأفلام التي قدمتها القناة الثانية سنة 2006 ولقي نجاحا مقبولا بالنظر إلى عدة عوامل فنية تتعلق بالسيناريو وإبداعات درامية هامة التشخيص والإخراج وهو يحكي قصة عمر الذي يعيش حياة متواضعة مع زوجته وأبنائه من خلال عمله بائع للملابس المستعملة إلى أن تحصل المفاجأة فبينما هو يفتح رزمة ملابس يعثر على كيس من العملة الصعبة فيعيش مرحلة خوف وذعر وهواجس محاولا إخفاء السر. مالكيك لاباس؟ وأثناء بحثه عن كيفية تحويل الأموال إلى العملة المحلية تنشأ بينه وبين فات إحدى الموظفات في مؤسسة بنكية علاقة عاطفية تغير مجرى حياته رأسا على عقب إذ ينتقل من إنسان تقليدي بسيط إلى رجل يريد أن يعيش حياة الترف والمغامرة العاطفية ورغد العيش. وفي خضم هذا التناقض يصير لعمر وجهان مغيران تماما واحد يقابل به زوجته التي تنتظر جاهلة بحقيقة التصور الصاروخي في حياته. اش هاد الكسوة السانك سانك؟ أنا بغيت نعرف منين تكب عليك هاد الخير مرة واحدة. على ما قلت لك هاد الكسوة صيفطها لي أخويا من السعودية وصيفط ليها معاها شي بركة. هل عندك خوك في السعودية؟ وعندي أختي سخارة في بلجيكا. ومن التاجر البسيط إلى ولد الحومة المشاكس في فيلم موسم المشوشة. تنجي نعم أسجل الدار وندير الدية في ديك ونقرأ الفاتحة. اختلفت الأعمال لكن قدرته المميزة على تقمص الأدوار والارتفاع عن الزمن والمكان ووفائه لطبيعته المراكشية جعلت منه الرعيل الجديد للممثلين المغاربة وصنعت منه نجما وسفيرا للدراما المراكشية والمغربية بكل احتراف وتألق.